ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي الحقيقة يعني ينبغي للمسلم أن يرجع للعلماء، طالب العلم أن يرجع للعلماء الربانيين في هذه المسائل، ولا يرجع إلى صغار الناس أو إلى المصابين في الماء العكر أو الذين يريدون الظهور والتعالى. يرجع للعلماء، لعل يذكروا نماذج منهم أو بعض أسمائهم حتى ننهل من علمهم، لا على سبيل الحصر، وإنما لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. مشايخنا الأفاضل القدامى من توفي ومن هو موجود، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومشايخنا المعاصرون الموجودون، سماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، الشيخ زيد بن هادي المدخلي، الشيخ علي بن ناصر فقيهي، الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. وكلامي هذا أيضا لا يعني الترتيب، وإنما كلهم على خير يؤخذ منهم، ولأن هناك من يعني يغمز ويلمز بعض هؤلاء، أحببت أن أذكر أسماءهم على سبيل المثال فقط.